ان الله سبحانه وتعالى خلقنا واوجدنا من العدم وغمرنا بسوابغ النعم كل ذلك من اجل ان نعبده سبحانه وتعالى قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالعباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال النافعة والأعم... من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالأعمال الظاهرة هي ما يفعله الإنسان ويظهر للناس والأعمال الباطنة هي الأعمال التي في القلب والتي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى ولذلك فعلى المسلم ان يعبد الله حق عبادته فعليه ان يصفي قلبه من شوائب الشرك والنفاق وسيء الاخلاق وعليه ان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له مخلصا في عمله محبا له عز وجل خائفا منه راجيا له سبحانه وتعالى الى غير ذلك من عبادات القلب وكذلك فعلى المسلم ان تكون اقواله وان تكون افعاله موافقه للشرع الحكيم فان الانسان يجب عليه ان يمتثل ما امر الله سبحانه وتعالى به فالله عز وجل اعطانا الكثير وانعم علينا من كل شيء من كل شيء سالناه اعطانا سبحانه وتعالى ولم يكلفنا سبحانه وتعالى بشيء فوق طاقتنا بل انه عز وجل كلفنا بما يتوافق مع ضعفنا ولم يطلب منا سبحانه وتعالى الا القليل ولذلك على المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى في افعاله وفي اقواله فالاقوال لا يتكلم الا بالكلام الطيب يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الى الله عز وجل يكون لسانه ذاكرا لربه عز وجل تاليا للقران وغير ذلك من الاقوال الطيبه ويبتعد عما يضاد ذلك فيبتعد فيبتعد عن كل افات اللسان من كذب وقول زور وحلف بغير الله سبحانه وتعالى وقول ذميم وغير ذلك كذلك الافعال فانه يجب عليه ان يفعل الافعال الطيبه من امر من اماطه للاذى عن الطريق ومن ابتسامه يظهرها اذا التقى باخوانه ويساعد المحتاج الى غير ذلك من الاعمال الطيبه ويبتعد عن الاعمال السيئه التي نهى عنها الشرع الكريم منها ان يلحق الاذى بغيره او ان يفعل شيئا يعني مما هو من الاعمال السيئه قال النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وستون شعبه وفي روايه بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فالايمان ايها الاخوه شعب وكلما كمل الانسان هذه الشعب كلما ازداد ايمانه وكلما نقص شيء من هذه الشعب نقص ايمانه واعظم ما يهتم به الانسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى بان يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص الله ويخلص عبادته لله سبحانه وتعالى فلا يعلق قلبه الا بخالقه عز وجل ويعتقد اعتقادا جازما بانه لا احد يملك له ان يجلب له النفع او ان يدفع عنه الضر الا الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد المسلم مطمئن البال لماذا لانه علم انه عبد وان له ربا وان هذا الرب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فلا يرجو الى الله سبحانه ولا يخاف الا الله سبحانه وتعالى ولا يستغيث الا بالله عز وجل ولا يتوكل الا على الله سبحانه وتعالى واذا حلف فلا يحلف الا بالله واذا فعل اي شيء من العبادات فانه يتقرب بها الى خالقه سبحانه وتعالى الرب المعبود الذي يستحق ان يعبد سبحانه وتعالى دون سواه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد ونسأله عز وجل أن يميتنا على التوحيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم